أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. مع احتلال العراق عام 2003 انتشرت جميع أشكال الفوضى فيه، أهمها السياسية والأمنية والمجتمعية والثقافية والاقتصادية بحسب رأي محللين ومراقبين. انعدمت في العراق أبسط الخدمات ومقومات حياة الإنسان. يأتي ذلك مع ديمقراطية مزعومة موجودة في الدستور الذي كتب بعد احتلال العراق. بحسب المعطيات فإن الداخل العراقي تطغى فيه فوضى الأمن وينتشر فيه السلاح خارج إطار القانون، ويشهد انفلاتا أمنيا، ويشهد أيضا انفلات الميليشيات وتفشي ظاهرة الخطف والقتل والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات، كل ذلك تحت حماية الأحزاب المتنفذة في السلطة. من جانب آخر غاب دور مؤسسات الدولة وضعف دور المرجعية القانونية الوطنية، وانعدمت ثقافة الإنتاج، وانعدمت أيضا كل مظاهر الاهتمام بالمؤسسات التعليمية والعلمية. يرجعه البعض إلى أنه نتاج لضعف السيادة وغياب الرؤى السياسية والاستراتيجية. نتساءل مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من تحت الضوء، هل العراق اليوم دولة مواطنة أم دولة ميليشيات؟ ماذا يعني وجود أكثر من 50 ميليشيا في العراق تتسابق فيما بينها على التسلح والنفوذ والمال؟ هل تتبع هذه الميليشيات السلطة أم أن سلطة الميليشيات في العراق فوق كل سلطة؟ ومن له المصلحة في استهداف قيم المواطنة في العراق وإعلاء سلطة الميليشيات المسلحة فيه؟ للنقاش في هذا الموضوع أرحب بضيفي في الأستوديو الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ حسين مرحبا. أهلا بكم، حياكم الله. وأيضا أرحب عبر الهاتف بالأستاذ زياد السنجري الإعلامي العراقي. أستاذ زياد مرحبا بك. حياك الله أخي دكتور سليم. أهلا بك أستاذ زياد. وأيضا عبر سكايب سينضم معي الأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي. إذا مشاهدينا الكرام نتابع معا هذا التقرير ومن ثم نبدأ الحوار. عشرات الميليشيات في العراق تسرح وتمرح دون حسيب أو رقيب، هذا هو الحال منذ احتلال العراق عام 2003. يلا اخويا ثبت ثبت نقاطك يا زبابك. 50 ميليشيا تتسابق فيما بينها على التسلح والسيطرة على أهل البلد واستباحة مقدراته، بل ويمتد سلطانها على الجيش والشرطة، فصوت وسلطان الميليشيات يعلو ويسكت جميع الأصوات. بس اقطع لي منك. يلا يلا اخوي يلا. انتوا شنو منا قطعتوا مني؟ انا قطعنا السجادرية، الجيش السجادرية كلها قطعناها منك. يلا اخوي. يحدث هذا مع مطالبات مزعومة بين الفينة والأخرى بتفكيك الميليشيات وجعل السلاح بيد الدولة. لكن الحقيقة التي لا تغطيها الادعاءات أن تلك الميليشيات هي نفسها الأذرع المسلحة للأحزاب المسيطرة على مفاصل الدولة. ميليشيات الحشد والميليشيات الأخرى بمختلف مسمياتها تنفذ إعدامات ميدانية بحق المدنيين على الهوية دون أي رادع لها. واستطاعت الأحزاب المتنفذة من تمرير القوانين التي تشرعن لوجود تلك الميليشيات، وتحت قوانين مختلفة مثل الحشد الشعبي الذي أصبحت سطوته أكبر وأعلى سلطة لا يقف بوجهها أحد. بقاء الميليشيات وتسليحها في العراق هو سر بقاء الكثير من الأحزاب واستمرارها في الحكم وسرقة البلاد، فضلاً عن خدمة الأجندات الخارجية وتنفيذ مصالحها، ما يجعل من العراق ساحة صراعات وحرب وتصفية حسابات. إذن تابعنا سوية هذا التقرير وأبدأ الحوار بالأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي. العراق اليوم أستاذ حسين إلى تراه أيهما أقرب، إلى دولة الميليشيات أم إلى دولة المواطنة؟ لا يعني هو واضح جدا اليوم دور الميليشيات اللي هو يفوق حتى دور القوات الأمنية العراقية نفسها. عدد هذا الكبير من الميليشيات مخالف حتى للدستور العراقي. اليوم هذه الميليشيات يجب أن تتبع وزارة الدفاع حسب الدستور، أنه جميع القوات المسلحة تتبع وزارة الدفاع العراقية. بعدين يعني أنه القرار العراقي، القرار العسكري يجب أن ينصاع إلى القرار السياسي، يعني بمعنى أنه النظام الديمقراطي، النظام البرلماني لا يسمح للانفلات الأمني وتشكيل مؤسسات خارج القانون وخارج وزارة الدفاع. اليوم
وثم يحظر على العسكريين المشاركة بالعملية السياسية من ترشيح وانتخاب وتولي مناصب أخرى. وكل هذا غائب وواضح جدا. فإذا لابد أن يكون القرار العسكري من خلال وزارة الدفاع، وزارة الدفاع تتبع القيادة السياسية في العراق. هذا الأمر غير موجود بالعراق. تعدد هذه الميليشيات وانفلاتها، إضافة إلى انفلات الأسلحة وانتشارها بيد العشائر والأشخاص والميليشيات وكذا، هذا كله مخالف ولا يمكن أن تبني دولة بهذه الطريقة. هذا الطريقة أنه إحنا عيدنا إلى العصور الوسطى، بأنه نعود إلى زمن الفرسان والمقاطعات وإلى آخره. النتيجة ستؤدي إلى ذلك. الدولة عندما عارضت موضوع الإقليم والانفصال وكذا كوضع سياسي تعاطف معها الناس، لكن ما هو على الأرض سيؤدي إلى نفس النتيجة، لأنه إحنا ذاهبين إلى مقاطعات وإلى فرسان، وكل من يحرس المنطقة مالته، وهذه إلي وهذه إليك. هذا معناها أنه العراق مهدد بالتفكيك إذا ما بقت هذه الميليشيات. وجود هذه الميليشيات ليس فقط خطر على السكان، وإنما خطر على الدولة نفسها. الدولة مهددة بالتفكك إذا ما استمرت هذه الميليشيات في أدائها ومنفلتة خارج سلطة القيادة العامة للقوات المسلحة، خارج سلطة وزارة الدفاع. معناها نحن نذهب إلى عراق مفكك، وبأيدينا نفكك هذا البلد، وبأيدينا نحن نمزق ونفقد الأمن في بلدنا. لا يعقل مثل البلد مثل. ثم العراق هل يعاني من تهديد خارجي الآن بوجود هذه القوات بالأعداد الهائلة، سواء ميليشيات وتعدد المؤسسات العسكرية؟ العراق محاط بإيران وتركيا وسوريا والكويت، جميع هذه هي ليست مصدر خطر على العراق، لا يوجد مصدر خطر على العراق. إذن وجود هذه الأعداد بما يقارب 1,000,000 مقاتل بكل أنواعه، منهم من تحت مظلة الدولة، منهم من خارج تحت مظلة الدولة، هذا ما هي النتيجة؟ هذا معناها أنه العراق مهدد من الأمن الداخلي، من الصراعات الداخلية لهذه الميليشيات، هذا واحد. استنزاف اقتصادي مالي، لمن أين توفر لهذه الرواتب؟ وخصوصا أنت غير مهدد من أي قوى خارجية. يقول لك الإرهاب مثلا، الإرهاب يكفي القوات الأمنية لمعالجة، إن وجد هذا الإرهاب بعد انتهى ودماره، جهاز مكافحة الإرهاب يكفي لإنهاء دور الإرهاب. ما قيمة هذه الميليشيات إلا لصراعات داخلية وتفقد الأمن في العراق، ثم تؤدي إلى تفكيكه وتمزيقه. أرحب بالأستاذ زياد السنجري الإعلامي العراقي. أستاذ زياد مرحبا بك مرة أخرى. يعني لطالما أن الدول المتقدمة رسخت قيم المواطنة من أجل بناء دولها، رسخت هذه القيم لدى شعوبها. يعني كيف ترسخ قيم المواطنة هذه الدول؟ كيف قامت بترسيخ هذه القيم؟ بالتالي يعني نظرت إلى الواقع الموجود وسعت إلى تطويره وحصلت وحققت الأهداف التي ترجوها. مساء الخير أخي دكتور سمير، ومساء الخير على كل مشاهدي قناة الرافدين وإلى السادة ضيوفك الكرام. أهلا بك أستاذ زياد. الموضوع الذي تناولته اليوم موضوع مهم جدا وحساس، وأعتقد بأنه المحور الرئيسي الذي يجري الآن في العراق، أو تناولت المشكلة الرئيسية، وأعتقد أتمنى أن يكفي الوقت. فيما يخص سؤالك، أنا على اطلاع بحكم إقامتي في داخل أوروبا، وأعتقد بأني أشاهد بأم العين ما تفعله الحكومات الأوروبية تجاه المواطنين أو المقيمين في أوروبا، وما هي الحقوق والامتيازات التي تعطيها لهؤلاء المواطنين والمقيمين. نحن نتحدث عن تنفيذ للقانون، تنفيذ القانون بصورة صحيحة تامة، لا يوجد أي مواطن هنا فوق القانون كائن من يكون، مهما كانت سلطته ومهما كانت مكانته داخل المجتمع عليه أن ينفذ القانون. هنا عندما يعتقد المواطن الغربي أو الأوروبي بأن هذه البلاد بلاده وهذه المكان مكانته، لن يسمح أبدا بتدخل أي جهة بالعبث في بلاده. فالمواطن هنا يحاسب أي شخص مسيء وله الحق، ويتصل فورا بالقوات الأمنية التي تتعامل مع الملف مهما كان بسيط. من يرمي أعقاب السجائر يحاسب، من يخالف قانون السير يحاسب. فإذا زراعة روح المواطنة داخل المجتمع الأوروبي عبر الأجيال وتعليمها عبر المدارس ثم الثانويات والجامعات ترسخت لديهم، وأصبح الجميع مؤمن بأن لا سلطة فوق القانون.
مهما كانت هذه السلطة، عكس ما يجري في بلادنا وفي العراق خاصة. البعض يرى أن أمن المواطنين يعتمد على توظيف الأجهزة الأمنية لخدمتهم ولحمايتهم وتوفير أمنهم لا لتفريقهم. يعني بالنظر إلى الواقع العراقي، يعني البعض يصف أن الأجهزة الأمنية أو الميليشيات يعني قامت السلطات أو الأحزاب المتنفذة بتسخيرها من أجل تثبيت ركائز هذه الحكومات وبالتالي على حساب المواطنين في العراق. إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ سنعمل على أخذ أمثلة واقعية. نحن في العراق شهدنا جميعنا ما حدث في مدينة الموصل من دمار وخراب إلى آخره. السلطة الجديدة التي تمثلت برئيس السلطة التشريعية الذي زار مدينة الموصل لم يوصي ببناء مدارس ومستشفيات، لم يوصي بتوظيف الشباب في مشاريع والبناء، إنما ما تفضلت به بالضبط هو ما قام به عندما صرح بأن هناك توظيف ل 15,000 شرطي أو منتسب أو باب قوات أمنية. نتحدث عن عقلية بوليسية تحكم العراق. اليوم القانون الغاب هو ما يحكم بالعراق. عندما ذكرتم في تقريركم أو في أن هناك 50 ميليشيا، لا، العدد أكبر بكثير، هناك أكثر من 100 ميليشيا بالعراق رسمية تابعة إلى جهة شرعت بتعليمات، بينما القانون العراقي والدستور العراقي واضح جدا، لا سلطة لأي جهة إلا ضمن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. فإذا هم يخالفون الدستور الذي يعملون به. يعني نتحدث عن ميليشيات ليس عن نطاق عملها في داخل العراق، ميليشيات تقاتل في سوريا. أعطيك مثال ولأول مرة أذكره عبر قناة الرافدين، أحد القادة الميليشيا الذي يتبع إيران وهو عراقي زار اليمن عن طرق غير رسمية، أبو آلاء الولائي، ولدي كل المستمسكات والوثائق التي تثبت ذلك. ما الذي يفعله قائد ميليشيات في اليمن؟ إذن هذه الميليشيات ليست وظيفتها فقط في العراق، وإنما تقاتل في سوريا وتريد النقل المعركة إلى اليمن. إذن هي ضمن مشروع إيراني توسعي كبير، وتريد أن تستحوذ على كل المنطقة وتبسط نفوذها، وتريد تكرار التجربة العراقية في بقية الدول العربية. إذن هم مصدر خطر ليس على العراق فقط، وإنما مصدر خطر على كل الدول المجاورة. وللأسف هناك أنظمة تدعم هذه الميليشيات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا تعي خطورة الموقف، ولا تستطيع أن تفهم بأن هذه الميليشيات ستنقلب عليها آجنا غير عاجل. أستاذ حسين السبعاوي، كثير يرى بأن الميليشيات والأحزاب المتنفذة عملت على يعني قمع كل الأفكار وقمع كل من ينطق بكلمة ضد الحكومات المتعاقبة ومن يصفها بأنها حكومات فاسدة وأنها حكومات طاغية في العراق. تم قتل الناشطين في التظاهرات، سواء كانت في التظاهرات الغربية أو تظاهرات المناطق الجنوبية في العراق. الكثير من المحللين يرى أن ترسيخ قيم القمع أو ترسيخ القمع، انتشار القمع وانتشار الفوضى وانتشار السلاح والقتل خارج إطار القانون، يعني عمل على استهداف قيم المواطنة في العراق، وبالتالي عدم ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم هو يعني يأتي في إطار عدم الحرص على أمن المواطنين. هل هذه من ضمن أهداف الحكومات التي جاء بها المحتل؟ بالتأكيد. اليوم إذا ما نعتمد نظاما سياسيا يعتمد على مبدأ المواطنة يقابله قوات أمنية مهنية احترافية لمشروع وطني كبير، كل الذي يجري هو إذلال المواطن، هو قتل روح المواطنة، حتى روح المواطنة تقتل لدى المواطن العراقي عندما يشاهد أنه هناك مثلا ميليشيات أو قوات أمنية أو أفراد أو كذا تمارس القتل، تقمع خارج القانون. هذا يدمر المجتمع العراقي ويدمر نفسية المواطن العراقي بحيث يفقد المواطنة نفسها. اليوم بغياب المشروع الوطني، بغياب دولة تعتمد مبدأ المواطنة في إدارة الدولة، بغياب مؤسسات أمنية مدربة احترافية
تستلم قرارها أو تعتمد على قراراتها من الدولة ومن السلطة السياسية الحاكمة، كل هذا يؤدي إلى فوضى، إلى انهيار في المجتمع العراقي، إلى غياب روح المواطن. المواطن اليوم المجتمعات، أكو دول انهارت بسبب غياب روح المواطنة، وهي دول كبرى. يعني مثال ذلك مثل الاتحاد السوفيتي، كان المواطن السوفيتي ليست لديه روح مواطنة عالية بسبب القمع، مع العلم هي مؤسسات ودول عظمى وكذا، فما بالك ببلد مثل العراق. وهذا أيضا هذه حالة منتشرة سواء في النظام العربي لكن بالعراق بصورة خاصة، يعني واضحة ومنتشرة. قتل روح المواطنة هو قتل روح الإبداع، هو قتل روح الإنتاج، هو قتل روح التطور، هو قتل العلم، هو قتل كل شيء. وبالتالي يعيش مجتمع مذلول خائف، يسود النفاق، يسود التذلل، كل هذا لا يليق بالمجتمع العراقي. علاج هذا بوجود حكومة تعتمد مبدأ المواطنة، يقابلها قوات أمنية مهنية متدربة تعتمد المهنية في إدارتها للملف الأمني، مرتبطة بالحكومة. هذا هو العلاج. وغير هذا نحن ذاهبين إلى فوضى كثيرة. كم مرة يصرح مسؤولين أمنيين على مستوى رئيس وزراء يتكلم يقول هناك انفلات وهناك يمارسون خارج القانون وهناك. طيب يا سيدي إلى أين النتيجة ستذهب؟ كما قلت لك إلى تدمير العراق، تفكيك العراق، يصبح العراق إذا جوز خطر على الدول الجوار مثل ما ذكر أستاذ زياد، لأن هذه القوات التي لا تنضبط في توجهها، لم تستلم أوامرها من القيادة السياسية، النتيجة طبيعية أن ذاهبين إلى فوضى، إضافة للاستنزاف الاقتصادي والاستنزاف وتدمير اللحمة الوطنية داخل المجتمع العراقي يعني المتعدد المكونات. ولا ينكر أن هناك قوات أمنية غالبيتها أو جلها من مكون واحد، هذا خطر على المجتمع العراقي. ليست لدي مشكلة اليوم إذا كان الشيعي يحكم، ولكن لدي مشكلة عدم اعتماد مبدأ المواطنة. ليست لدي مشكلة أنه القوات الأمنية العراقية غالبتها من الشيعة، لكن أريد قوات أمنية مهنية احترافية تتعامل وفق القانون وليس بهذه الطريقة اليوم. ولا نعود إلى عصور الوسطى ونستورد مشاكل من التاريخ نأتي بها إلى الواقع الذي نعيشه نحن الآن في القرن 21 وندير ملف الدولة سواء الأمني والسياسي. هذا خطر كبير على العراق. أستاذ زياد، الواقع في العراق الآن كيف تنظر إليه في ضوء سطوة الميليشيات في العراق؟ إلى أي مدى أثرت هذه السطوة على القيم المواطنة لدى المواطن العراقي؟ بالتأكيد نحن لن نتحدث بجمل وكلمات بعيدا عن الأرقام. الأرقام اليوم مؤشرات خطيرة، يعني فلنتناول الأمر من محافظة البصرة. عدد الذين تم اغتيالهم أكثر من الذين تم اعتقالهم بعد التظاهرات التي شهدتها البصرة. وإذا أتينا إلى بغداد، فاليوم في بغداد عمليات القتل تطال حتى أصحاب صالونات التجميل، يعني بما معناه الكل مستهدف. أي شخص يبرز داخل المجتمع في أي مجال معين هو مستهدف. الكلمة العليا للميليشيات والميليشيات فقط، الميليشيات هي التي تريد أن تقول أنا الدولة وأنا القانون وأنا كل شيء هنا في العراق. لا يمكن لأي جهة، يعني خلينا نأخذ الأمر بصورة أخرى. نحن نعلم جيدا بأن الميليشيات التي تشكلت بفتوى من المراجع الموجودة في النجف لسبب معين وهو الجهاد الكفائي إلى آخره، ألم ينتهي مبطول هذه الفتوى بعد انتحار مسلحين داعش؟ لماذا باقي لحد الآن هذه الفتوى؟ فلنقل بأنهم ممكن أن يتعرضوا إلى شيء معين، فلماذا نقل هذه الميليشيات الموجودة في العراق إلى بقية الدول؟ فإذن هم مشروع سياسي وهم جزء من فوضى خلاقة داخل العراق، وهي نظرية أمريكية تستخدمها إيران اليوم في داخل العراق وتعمل عليها وتفرض أجندتها، بحيث أفرزت لنا مرشحين قريبين إلى إيران. يعني نتحدث عن رئيس برلمان يمثل السنة نظريا أم عمليا فهو إيراني، في أول تصريح له يقول أنا أرفض الحصار على إيران وأريد أن أتعاون مع إيران وهو محسوب على السنة. فتخيل حجم دور هذه الميليشيات اليوم، الذي لا يمتلك ميليشيا في العراق ولا يمتلك مسلحين لا قيمة له على أرض الواقع نهائيا.
الميليشيات هي المسيطرة على كل مفاصل الدولة. نتحدث عن بلدية الموصل اليوم، هناك أراضي يتم الاستيلاء عليها بأمر من الميليشيات ويتم بيعها، خاصة إذا كان أصحاب هذه الأراضي من خارج مدينة الموصل. فإذا نتحدث عن أمثلة وأرقام، يعني دولة الميليشيات ماذا أنتجت لنا؟ ملايين المشردين والنازحين، مئات الألوف من الأرامل، ملايين من الأطفال الأيتام. إذا نتحدث عن أرقام هائلة وفق إحصائيات ومنظمات أممية، ليست وفق إحصائيات جهات ترفض فقط الميليشيات. حتى الذين يتعاونون مع دولة الميليشيات في العراق هم ينشرون في بعض الأحيان أرقام مرعبة، أرقام يعني تفوق الخيال. حجم مأساة العراق من تلك الميليشيات يفوق كل تصور وتخيل. والمشكلة بأن المجتمع العالمي مشارك في ذلك لأسباب لربما مصالح سياسية ومصالح اقتصادية بحتة، جعل من العراق بؤرة لأكثر دولة في العالم تمتلك ميليشيات مرتبطة بدول الجوار. ملايين المشردين، ملايين النازحين، ملايين الأرامل، يعني إضافة إلى تدمير البنى التحتية بالكامل، هذه كانت من منتجات يعني سطوة الميليشيات في العراق. هذا ما تحدث به الأستاذ زياد السنجري. هناك مصلحة دولية، ربما قوة دولية لها مصلحة في إبقاء العراق على ما هو عليه، ولكن البعض من المحللين يرى أن العراق وصل إلى مرحلة يعني في قعر التدهور، يعني وصل إلى نقطة ربما لا يستطيع بعدها النهوض بعد اغتيال جميع يعني العقول التي تنهض بالعراق مستقبلا. من وجهة نظرك، هل يعني اليأس هنا هو سيد الموقف؟ لا، أنا أعتقد العراق قادر أن ينهض. لو كانت هناك إرادة لدى العراقيين بجميع مكوناتهم، العراق قادر أن ينهض. حتى العامل الخارجي يضعف ولا يستطيع أن يفرض إرادته على العراقيين. هناك دول عانت كما عانى العراق، منها السودان. معروف حرب السودان الداخلية، جنوب السودان وشمال السودان، هناك يوغوسلافيا، هناك دول كثيرة عانت من حروب أهلية وفقدان الأمن الداخلي، وهناك ميليشيات وهناك. ولكن للأخير عندما أوروبا نفسها، ما يطلق عليها حرب 30 عام، عام 1618-1648، 30 عام يتقاتل، وأيضا نفس الشيء حروب طائفية بروتستان كاثوليك. للأخير انتهت هذه الحروب، لا يوجد فيها منتصر، لا يوجد فيها رابح، عادوا إلى طاولة المفاوضات، تحاوروا. لكن ما هو نوع الحوار؟ ما هو المشروع الذي اعتمد في تلك الدول؟ في هناك غياب للحوار الذي يجري في العراق. تمام. الحوار الذي يفترض أن يكون، هو يجب أن يكون على مستوى الدولة والمجتمع وليس على مستوى الحكومة. فرق بين مستوى الدولة والمجتمع وبين مستوى الحكومة. الحكومة كل 4 سنوات تتبدل، الحكومة لديها مشروعها الخاص في تجديد الولاء لها أو إعادة انتخابها، الحكومة لديها مشروعها الخاص. الدولة أكبر والمجتمع أكبر من الجميع، فلا بد من جلوس الجميع ومصالحة وطنية على مستوى الدولة وإعادة بناء مشروع وطني للجميع. أعتقد أنا لم أيأس من أنه حالة العراق وصلت إلى اليأس وإلى الإحباط شكل واليأس شكل. ممكن هناك حالة إحباط شيء ما، ممكن هناك حالة ظلامية، ولكن في ضوء آخر النفق. أنا أعتقد العراق قادر أن يعود، قادر أن يعيد نفسه على مستوى المنطقة، يكون له ذاك التأثير. أعرف أن هناك عامل خارجي لا يريد العراق أن ينهض، أعرف هناك عوامل داخلية ساعدت سواء بقصد أم بدون قصد، سواء بجهل أم ساعدت على إضعاف العراق من خلال هذا النفوذ المنفرد، سواء على مستوى أشخاص أم على مستوى ميليشيات أم على مستوى عشائري إلى آخره. كل هذا وارد جدا أمام إذا ما كان هناك إرادة للعراقيين عموما بجميع مكوناتهم بجميع أطيافهم على مستوى الجغرافيا العراقية كاملة من البصرة إلى السليمانية إلى شمال العراق. قادر العراق على إعادة مكانته في العالم العربي وفي المنطقة الإقليمية، الذي كان العراق هو حائط صد جميع المشاريع الخارجية على المنطقة العربية. العراق قادر. أنا لم أيأس لحد هذه اللحظة، ولكن هناك تحتاج إلى إرادة وتحتاج إلى دعم خارجي، لا ننكر هذا الشيء. أرحب بالأستاذ
معي عبد القادر الشيخ عبد القادر النايل المحلل والكاتب السياسي العراقي ينضم معنا عبر سكايب. أستاذ عبد القادر مرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم وبمشاهدكم الكرام وبضيفك الأعزاء. أهلا بك أستاذ عبد القادر النايل. لعل مشكلة العراق تكمن أو من إحدى مشاكل الموجودة في العراق هي مشكلة إدارة الدولة، يعني بالتالي انعكست هذه المشكلة على الواقع في العراق. من ضمن هذه المشاكل هي عدم تعميق قيم المواطنة أو استهداف قيم المواطنة لدى الشعب العراقي من خلال عدم تفعيل الحوار، وأيضا من خلال إقصاء فئة اجتماعية معينة، وأيضا من خلال مؤشرات موجودة داخل في الداخل العراقي ذكرها الأستاذ حسين السبعاوي، هي عدم التركيز على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني. من وجهة نظرك يعني شيخ عبد القادر النايل، كيف يمكن تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني من أجل مواجهة هذه المشكلة، مشكلة إدارة الدولة التي أدت بالتالي إلى استهداف قيم المواطنة من خلال سطوة الميليشيات فيها؟ من المؤكد تماما أنه المشكلة الحقيقية في العراق هي إدارة الدولة، وبالتالي عملية عدم وجود دولة في العراق هو الذي عصف بكل أجزاء العراق وبكل مقوماته وبكل مفردات وجود أصلا، وبالتالي اليوم العراق مهدد بوجوده من خلال عدم وجود دولة ومؤسسات دولة في العراق. هي ليست مشكلة إنما هي المشكلة الأساس في العراق، لأنه ما بعد 2003 جاءت عملية سياسية بنيت بأساسها على مكونات فرعية، وعلى هذا الأساس حقيقة غلبت الهوية الفرعية على الهوية الوطنية. وعندما أصبح العراق متناحرا كل فئة تريد أن تكون موجودة داخل السلطة، وهناك حقيقة رغبة دولية في تغليب جهات على جهة معينة، هذا كله أضعف العراق، لأنه اليوم حقيقة الكل يبحث عن الهويات الفرعية وكيف يمكن لها أن تكون دولة، وهذا حقيقة غيب الهوية الوطنية. وعندما لا توجد هوية وطنية وعمل وطني جامع، لأنه إدارة الدولة الحقيقية ينبغي أن يكون هناك مشاركة جمعية وبقرار جماعي يؤسس إلى مؤسسات دولة، وبالتالي عندما تفقد القيم الحقيقية بالهوية الجامعة العراقية ستبحث كل فئة على من يساعدها في تعزيز قوتها وتواجدها على حساب الدولة، وهذا ما حصل في العراق اليوم. دولة المكونات، دولة الطوائف، دولة أمراء الميليشيات، كل يبحث عن قوته على حساب الدولة العراقية وسيادتها. ومعلوم تماما أن أي دولة لابد أن تكون لها مؤسسات فعلية على رأسها الأمن ومؤسسات الاقتصاد ومؤسسات التنمية المجتمعية. هذا كله مفقود في العراق، لأن اليوم المؤسسة الأمنية خاضعة لميليشيات متناحرة كلها تنفذ أجندات لمخابرات دول تريد للعراق أن يضعف، ولعل إيران هي اللاعب الأبرز في السيطرة على الملف الأمني، وكذلك الملف الاقتصادي. عندما يكون العراق هو البلد الذي يكون أول بلد يعني فيه فساد كبير، لأننا نتكلم عن بلد فيه ميزانية ضخمة مالية، فبالتالي لا ينبغي أن يقارن ببلدان نامية يقال أنها مع العراق. أنا أقول أن العراق هو رقم واحد في العالم من حيث الفساد المالي والإداري، ومن حيث الانحسار الكبير على المستوى الاقتصادي والانهيارات الاقتصادية واضحة تماماً، لأن العراق يختلف عن البلدان البقية. العراق فيه مقومات اقتصاد كبيرة، فيه ثروة نفطية كبيرة، فيه مياه يمكن أن تساهم في تغذية المنطقة زراعياً، فيه أمور أخرى كلها يمكن أن تنهض في العراق اقتصادياً، وبالتالي تجد العراق فقيراً، معيشة المواطن فيه تدنية، نسبة الفقر وصلت إلى 40% باعتراف منظمات دولية، وإلا على أرض الواقع هناك أعلى من هذه النسبة. هناك خدمات منتهية، مدن أصبحت لا توصف لدى مقاييس العالم بأنها لا تصلح للعيش الآدمي. على هذا الأساس حقيقة في العراق فقد أن يكون دولة، فقط بقي اسمه كعراق، أما في إدارة دولة لا توجد في العراق بالمطلق دولة، وبالتالي هذه حقيقة مشكلة أساسية في تأخر العراق، وبالتالي وجود تناحر كبير على أساس أنه كل
يبحث عن مصلحته الخاصة على حساب المصلحة الوطنية العراقية الجامعة، وبعد رأيناه من مشاكل كثيرة واضحة تماما، فضلا على أنه صمت عملية سياسية على أقصاء مكون كبير في العراق له جذوره في بناء العراق، وله حقيقة وجود كبير بأن ينهضه المكون السني الذي يمثل 42% فقط على المستوى العربي السني، وإلا هو يمثل 58% إذا ما اجتمعت معه التركمان والأكراد. هذا يغيب بالكامل، وبدأت عمليات سياسة التهميش والإقصاء عليه بطريقة كبيرة، وبالتالي لا يمكن بناء دولة حقيقية دون أن يشترك الجميع في بنائها، ودون أن يكون هناك تحمل مسؤولية واضحة تماما. وبالتالي عملية التهميش جاءت لصالح مشاريع ليست عراقية. نحن لسنا أمام أن يكون العراق هو الممر لتطوير ولاية الفقيه الإيرانية ولتأسيس طريق يصل البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي تكون إيران إمبراطورية. العراق غير معني والشعب العراق غير معني، إلا أن الأطراف السياسية التي تحكم في العراق هي معنية لأنها تربت في إيران، وبالتالي أصبحت هي تنفذ الأجندات الإيرانية. وهذه حقيقة أيضا مهمة كبيرة في نسف عملية الدولة، أن إدارة الدولة ينبغي أن تكون ذات سيادة خاضعة لمصالح الشعب. من يقود الآن ويحكم العراق الآن هم أدوات تنفيذية لغير الشعب، إرادة الشعب العراقي ولغير مصلحة الشعب العراقي. وعندما تكون حقيقة إرادة الأطراف الحاكمة السياسية هي تبع لدول وليس لدولة العراق، هذه مشكلة في عملية نسف اسم نظام الدولة، وبالتالي أنا أقول لا وجود لنظام دولة في العراق بالمطلق. إذن لابد من أسس للنهوض بقيم المواطنة التي تركز على تفعيل مؤسسات الدولة وتأكيد أيضا على المرجعية الوطنية لحل المشكلات والخلافات. هذه من ضمن الأطر التي تستخدم في جميع الدول التي تستفيد من خبرات الدول التي تقدمت في مجال إدارة الدولة. نتساءل أيضا في بعد فاصل قصير عن الأسس التي المطلوبة والمبادئ للنهوض بالواقع العراقي من حيث الاهتمام بثقافة الإنتاج أو الاهتمام بتطوير المؤسسات التعليمية والعلمية. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نكمل الحوار، كونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. نسلط الضوء في هذه الحلقة، هل العراق اليوم دولة مواطنة أم دولة ميليشيات؟ وتابعنا معا سوية ما طرحه ضيوفي الكرام في إطار هذا الموضوع. بالعودة إلى الأستاذ زياد السنجري. أستاذ زياد، يعني لعل البعض يرى بأن ما جرى في عام 2003 احتلال العراق واستهداف البنى البشرية فيه من قتل الكفاءات وتهجير الكفاءات، أساتذة الجامعات، الكفاءات العلمية، من وجهة نظرك يعني البعض يقول بأن المرحلة التي سبقت منذ عام 2003 جاءت تمهيدا لهذه الأيام التي يعيشها العراق الآن من تسيد الأحزاب والميليشيات وإقصاء لأي فكر تنموي نهضوي يركز على النهوض بالواقع العلمي، بالواقع التعليمي، بالواقع الثقافي والاجتماعي العراقي. بكل تأكيد هي العراق يمر في مراحل متعددة. بعد 2003 هناك مثل ما تفضلت يتم إطلاق اليد للميليشيات لتصفية العقول العراقية من طيارين وضباط وأكاديميين إلى آخره، ثم ترسيخ حالة الأحزاب الموجودة التي أتت على ظهر الدبابة وهم
يعني اللصوص والمختلسين وقطاع الطرق والميليشيات ومنظمة بدر وإلى إلى إلى آخره يتسلمون زمام الحكم. اليوم روح المواطنة إذا زرعت، واليوم إذا أصبح المواطن العراقي يشعر بأن هذا البلد بلده وهو حريص عليه، مثل ما حدث في محافظة البصرة. ما الذي حدث؟ التنبيه إلى هذه الحالة يدعو المواطن إلى التفكير بالمسببات للوضع العراقي، من هو المسبب؟ فتوجه إلى القنصلية الإيرانية وتم إحراقها، ويتوجه إلى مقرات الأحزاب والميليشيات ويتم حرقها، يعني في رسالة واضحة بأن هذه الميليشيات وهذه القنصلية الإيرانية وحتى القنصلية الأمريكية وحتى السفارة الأمريكية هذه عوامل سلبية في طمس هوية المواطنة العراقية، وهي عوامل أدت إلى ما وصلنا إليه، ما وصل إليه العراق اليوم. إذن غياب المؤسسات وغياب الدولة الحقيقية هو ما يجعل المواطن يشعر بقلق ويشعر بخوف ويشعر بأن هذا البلد بطريقة أو بأخرى يدار من قبل جهات أجنبية. أعطيك مثال، أنا أفضل دائما الأمثلة. رئيس وزراء اتخذ قرار بإقالة أحد المسؤولين في الدولة، ألا وهو صالح الفياض رئيس الحشد الشعبي رئيس الأمن الوطني إلى 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 المحكمة للدولة العميقة، الدولة العميقة دولة الميليشيات، دولة النفوذ الإيراني، أخذت قرار ضد رئيس الوزراء الحالي اللي هو حيدر العبادي المنتهي ولايته وأبطلت قراره. لماذا؟ لأن الدولة العميقة ستتضرر من إقالة رجلها. فإذا هنا نتحدث عن دولة داخل دولة، نتحدث عن قضاة فاسدين، عن جهات تنفيذية فاسدة، عن جهات أمنية تتعامل مع الميليشيات. عندما يأتي شخص معمم ولا يفقه شيء في العلوم العسكرية ويجتمع بكبار القادة والضباط فهذا أمر كارثي. ما حدث قبل يومين تم تسريب صور من سامراء عن ضباط إيرانيين يجتمعون مع الضباط العراقيين ويتناقشون ويتلون عليهم الأوامر وبشكل مباشر. فإذا نتحدث عن دولة داخل دولة، لا نتحدث عن دولة. هنا إذا ما موجود هم مجرد ذيول إلى دولة إيران وليس دولة حقيقية. الذي يأتمر بأمرة الإيراني فهو ليس عراقي، وهذا ما قالوه أهل البصرة وسبقهم أهل بغداد والذي قبلهم أهل مدينة الموصل والأنبار الذين انتفضوا لمدة عام كامل، الذين تظاهروا مظاهرات سلمية رفضا لقمع العراقيين، رفضا للمعتقلات، رفضا لطمس الهوية العراقية، رفضا لكل الممارسات الطائفية التي تقوم بها التي يقوم بها حزب الدعوة من المالكي وقبله الجعفري وذلك وحتى العبادي. إذا نتحدث عن أن العراقيين في صراع كبير جدا مع الدولة العميقة التابعة إلى إيران والتي بسطت نفوذها داخل المؤسسات وشلتها تمام مؤسسات الدولة وأعطت السلطة الأولى والأخيرة للميليشيات التي تتحكم حتى في الوزارات الخدمية. يعني وزارة الصحة تصرف مئات المليارات من الدنانير لأناس من خارج الوزارة وتحت مسمى مكافآت وحوافز ورواتب. نعم. وهم ليسوا على ملاك الوزارة. فإذا نعم أستاذ يعني اسمح لي أن فقط أن أنتقل بالسؤال للأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر، إلى أي مدى ترى أن هدف الاحتلال الأمريكي قد تحقق في العراق الآن؟ من المؤكد من يرى مجريات الأمور والهدف الذي جاءت لديه الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط الجديد وهو تقسيم الدول إلى طوائف متناحرة وبالتالي لتقوية إيران وإسرائيل قد تحقق في نسبة كبيرة منه، لكن هذا المشروع حقيقة بدأ يراوح إلى هذه اللحظة. هم فشلوا في صناعة السيطرة على العراق، وهذا الفشل واضح من خلال عدم استطاعتهم أن يبنون مؤسسات دولة تابعة لهم وإن كانت دولة ميليشيات.
لكنهم إلى الآن حقيقة يتخبطون، وإلى الآن في فوضى عارمة، ومن المؤكد تماما أن هذا حقيقة يؤشر على أنه فشل المشروع الأمريكي. ونعم نجح نسبيا ومزق العراق في فترة السنوات الماضية العجاف، لكن الآن العراقيين وصلوا لمرحلة وعي، وهذا الوعي تمثل بمقاطعة الانتخابات أولا بنسبة كبيرة وليست نسبة ضئيلة 80% نتكلم، وبالتالي ثانيا التظاهرات التي عمت الجنوب، ثالثا أن هناك وعي شعبي كبير تماما مدرك أن العراق الآن لا يمتلك مقومات دولة وليس هناك أي دولة، وقد رأيه والرأي لمواقع التواصل الاجتماعي كيف يشن العراقيون هجماتهم الساخرة وانتقاداتهم وفضحهم بالأدلة والوثائق لمجريات العملية السياسية والأطراف الحاكمة والأحزاب الموالية، والكل أصبح بوعي كامل أن هؤلاء ليسوا عراقيون، هؤلاء ينتمون إلى أجندات، لا يمكن أن يحكم العراق من هؤلاء. ولذلك حقيقة نحن وصلنا إلى نهايات سائبة للمشروع الأمريكي، الذي أقول وباطمئنان نعم العراق دفع شيئا كبيرا، لكن هذا المشروع فشل وتحطم على صخرة الشعب العراقي، وبالتالي التناقلات التي أصبحت متنوعة في فشل العملية السياسية التي لم تستطع أن تقدم شيئا، مع أنها امتلكت كل الوسائل، وسائل الدعم الدولي، الاعتراف الدولي، المال، الاقتصاد العراقي كان يزهر لهم ويضخ لهم، لديهم أموال كبيرة كانوا بالاستطاعة أن يذروا الرماد في نجاح وبناء أشياء تحميهم هم. اليوم حقيقة أي هزة موجودة في العراق أو أي تحرك شعبي بأي إطار يستدعون التحالف الدولي ويستدعون العالم لحقهم، مما يؤكد على أنهم بعد 15 عاما لم يستطيعوا بناء دولة، وحتى دولة الميليشيات التي يبشرون بها لم تبنى إلى هذه اللحظة، لأنه بدليل لا يستطيعون حماية أنفسهم. وبالتالي الشعب العراقي شعب ربما يضعف في سنة، ربما يتعب بعد سنة، لكنه ينهض، وهناك مقومات لنهوضه كبيرة تماما. وأنا أقول حقيقة باطمئنان أن البشريات قادمة للشعب العراقي بعملية نهوض، وإن تأخرت شهور لكن الشعب سينهض، وبالتالي هؤلاء سيصلون لمرحلة الفشل المؤدي إلى الانهيار، رغم كل ما موجود في العراق من تخندقات ومن أمور ومن فرض عملية سياسية بائسة على الشعب العراقي، كل هذا حقيقة لن يؤثر، لأن مقومات النهوض للشعب العراقي من خلال ردة فعل الفشل الذريع الذي بنيت به أجهزة وأحزاب السلطة الحالية حقيقة سيكون واسع وكبير، الذي سيدفعه لإعادة واستعادة العراق في السنوات القريبة، لا سيما أن هؤلاء وصلوا لمرحلة الفشل، وبالتالي هو عبارة عن تدوير أنفسهم، يستطيعون أن يمتلكوا أي مقومات نجاح، ولن يستطيعون الصمود والمضي، لأن هؤلاء بالأصل هم يسرقون لدول غيرهم، وإلا فإن من تلك الأحزاب لو كانت تريد البقاء في العراق الأموال التي سرقتها بنت في العراق وأسست ملكيات، هم يبنون في دول الخارج، لهذا يؤكدون على أنهم لن يبقوا ولن يصمدوا أمام الشعب العراقي، لكن هي مسألة إرادات دولية نعم متشابكة في العراق، وأظن أن قادم الأيام سيكون خيرا للعراقيين، مع أن هناك مأساة كبيرة تتطوع هذه المأساة من انحدار الصحي والتعليمي والاقتصادي وضيق في عيش المواطنين وانهيار البنى التحتية، لكن كل هذه حقيقة ستدفع الشعب العراقي للانقضاض لاسترجاع وطن. أستاذ حسين، يعني كيف أسهمت العملية السياسية في التأسيس لهذه المرحلة في تحويل العراق من دولة تعتمد على المؤسسات إلى دولة طوائف ومكونات وميليشيات؟ بالتأكيد أن العملية السياسية جاءت بعد احتلال، ما جاءت بعد خيار مجتمعي. نحن في العراق وعموم العراقيين ليسوا ضد العمل السياسي وليسوا ضد الديمقراطية والتعددية والانتخابات، وإنما جاءت بعد احتلال. الاحتلال رسخ عملية سياسية بتقسيم العراق على أسس المكونات وقسمها، وحتى الأرقام والنسب التي وضعها هي ليست حقيقية، ولهذا سبب ترسخ الأمر أكثر. إضافة لذلك أنه عندما جاء الاحتلال حل المؤسسات ولم يأتي بناء ولم يبني مؤسسات بديلا عنها، فترك في فراغ، فبالتالي أكيد يملأ هذا الفراغ إذا على مستوى القوات الأمنية تمليها الميليشيات، على مستوى النزاهة تمليها الفساد، على كل هذا طبعا يتحمل مسؤولية الاحتلال. أول جرم ارتكبه هو حل المؤسسات الأمنية العراقية، الذي معلوم بمهنيتها، معلوم
بقدرتها وقابليتها سواء على مستوى حفظ الأمن أو على مستوى التعاون مع المواطن أو على مستوى التحقيق الجنائي على مستوى كثير. أيضا القوات المؤسسات الأمنية العراقية معلوم دورها سواء في مواجهة إيران أم في يعني حفاظها على الأمن العراقي. هذه كل المؤسسات بقرار بسيط بقرار من بريمر حل هذه المؤسسات جميعا وأملى وحل بعد حل هذه المؤسسات جاء بالميليشيات. بالتالي أكيد النتيجة ستكون طبيعية لما يجري. العمل السياسي يجب أن يكون خيار مجتمع والمجتمع ليس رافضا للعمل السياسي. فهناك يعني خطأ في تقدير الشخصية العراقية. العمل الذي جاء بناء على مطلب احتلال أو على فرض إرادة الاحتلال على المجتمع العراقي وقسم العراق على أسس مكونات ولم يصدق في هذا التقسيم، يعني أعطى نسب خاطئة ونسب مزورة والعراق لم يدرك هذه، وهو هيئ الأرضية للخلاف الطائفي للصراع الطائفي ولتقسيم العراق من خلال هذا العمل الذي جاء به الاحتلال. في ظل سطوة الميليشيات يعني القتل في الشوارع في وضح النهار على مرأى ومسمع القوات الأمنية، يعني سلطة الأحزاب والميليشيات في العراق إلى أي مدى ترى أنها أفقدت الأمل أو أفقدت المواطنين الأمل بالأمن؟ يعني سلطة الميليشيات هي اليوم قائدة للدولة، هذا لا ينكر. إذا عندما يشتكي منها رئيس وزراء وعندما يشتكي منها قيادات أمنية فأكيد وجود هذه يعني أنه هي يكون دورها وسلطتها أعلى من سلطة القوات الأمنية، وهذا ما نحذر منه. لابد أن تكون قوات أمنية مهنية تتعامل على أساس المواطنة، لابد أن يكون قرار سياسي واحد للعراق. القوات الأمنية لا تحتمل غير المركزية، لا تحتمل التعددية في أي دولة. هذه دول كبرى، هاي الصين ربع العالم، هاي الولايات المتحدة، بريطانيا، هاي روسيا. القوات الأمنية لا تحتمل غير المركزية ولا تحتمل تعدد القرار العسكري. حتى السياسي لا يحتمل التعدد بالجهة التنفيذية، يعتمد الحوار نعم يسمح، أما القوات الأمنية لا تحتمل إلا مركزية قرار ومهنية في الأداء، مهنية في العمل، التدريب العالي، كل هذا غائب. فبرزت الميليشيات وهو هذا هدف الاحتلال، أن تكون القوات العراقية بهذا المستوى ضعيف من التدريب، بهذا المستوى المؤدلج للقوات الأمنية العراقية التي كانت يعني تنأى بنفسها عن هذا عن هكذا أمور. فالنتيجة طبيعية أن يجب لكل ما جرى، ولكن هذه إرادة الاحتلال الذي أرادها العراقيين. في ختام هذه الحلقة أشكر الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الاستوديو، وشكرا جزيلا لك أستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من عمان، وشكرا جزيلا لك أستاذ زياد السنجري الإعلامي العراقي. شكرا لضيوفي الكرام ولكم مشاهدينا الكرام على طيبي وحسن المتابعة. إلى اللقاء.